ده برج القاهرة. دخلت على البرج، بس قبل ما اطلع لفوق جيت اتعرف على هاني، استاذ هاني مسؤول عن خدمات البيع والحجوزات في برج القاهرة. هو ده استاذ هاني. ازيك؟ عامل ايه؟ زي حضرتك؟ مساء الانوار. نورتينا ببرج القاهرة. الله يخليك، الله يخليك. هتقول للمتابعين بس هيك معلومات خفيفة لطيفة ظريفة عن البرج، ارتفاعه كم من طبقة؟ هو البرج اتبنى سنة 56 وافتتاحه كان سنة 61 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الله يرحمه. البرج ارتفاعه 187 متر، أعلى من الهرم الأكبر ب 43 متر تقريبا، وما زال مصنف من أعلى الكتل الخرسانية في العالم لأنه ما فيهوش طوبة واحدة. الأدوار المسموح بزيارتها أو المتاحة هو دور 60، ده ريفولفنج ريستورانت، مطعم دوار بيلف 360 درجة لفة كل 45 دقيقة. وعندنا في سكاي ويندو كافيه في الدور 61، ده بيقدم سناكس، ساندوتشز، مشروبات، ديزرت، كافيه وقهوة بالظبط. وعندنا بقى البانوراما المكشوفة، دي آخر دور، الدور 62 اللي فيها التلسكوب وفيها بقى الفيو كله من حوالي البيت. اللي انا هطلع لفوق هلا اشوفه طبعا، هشوف الفيو كلياته اكيد، هعمل من هناك فيديو. والبرج اتطور جدا، ما بقاش زي ما الناس متخيله انه مكان حكومي. احنا كشركه استثماري عملنا تطوير من A to Z، وفي المرحله اللي جايه هيبقى فيه كمان حفلات وايفنتس كتير جدا جدا جدا. حلو، مستنيين بقى كل الناس تيجي تنورنا. حضروا حالكم، حضروا حالكم متابعيني، جاهزين؟ مستنيينكم. الله يخليك، شكرا كثير استاذ هاني، يعطيك الف عافيه. هاي وانت فايت على البرج من جوا، شوفوا ما احلى الحيط، هذا كله فسيفساء. مزايد ده من سنه 61 وبره محافظات مصر، من الجهه قبلي اللي واجه بحر سينا والعريش. من سنه 61؟ من سنه 61 وده ملابسهم الرسميه. هاي ملابس هاي المحافظات، كل محافظة على الحيط مكتوب على الجزائر سنة 61 صح 1960. هذا لمين؟ محافظة مين؟ دول سينا والعريش. سينا والعريش. احنا بالمطعم، المطعم عم بتحرك، مطعم الدوار، مطعم شايفين يعني بتحرك شوي شوي، كل 45 دقيقة بتحرك. مزبوط استاذ هاني؟ احنا دلوقتي في الدور 60، المطعم بيلف 360 درجة لفة كل 45 دقيقة. احنا في نص جزيرة الزمالك دلوقتي، يعني كل الفيو من حوالينا نيل، ممكن نشوف معالم القاهرة كلها من هنا. ممكن نشوف من الناحية دي الأهرامات، أهرامات الجيزة، شوفوا نهر النيل. طبعا ده أميز وقت موجود، وقت السانسيت والغروب ده. هاي الغروب شوفوا ما أجمل الغروب والأهرامات هكني هناك. والأهرامات ودار الأوبرا المصرية بتبقى على شمالنا. دار الأوبرا المصرية في نهاية جزيرة الزمالك، والنادي الأهلي تحت اللي الأهلوية بس. دار الأوبرا المصرية هنا. ده النادي الأهلي. النادي الأهلي. بركة سباحة، عم بيسبحوا الجماعة. بالظبط، ولو جزيرة الزمالك. ودي الأوبرا كلها. في أهرامات صغيرة بس مش هبان عشان الغيمة. اللي في الاخر خالص انت شايفها بعد كده؟ لا مش مبلا مبلا هناك. هنا بيبان معانا الاوبرا، وطبعا المفروض بيبان معانا على امتداد النيل، مش عارف هبان ولا لا. لو ركزتوا في الفيديو هتلاقوا في النهاية في ثلاث أهرامات تاني أو أربعة، دي أهرامات صقرة، ودي نهاية جزيرة الزمالك. لو دخلنا شمال شوية شايفين الجبل اللي هناك ده، ده جبل المقطم. شايفين القلعة؟ وده جامع محمد علي اللي هو داخل قلعة صلاح الدين اللي هو فيه دومز السيلفر. وده ميدان التحرير، نهاية كوبري قصر النيل.
ولما نلف من الناحية التانية هوريكم المتحف المصري القديم. طبعا شايفين روعة وجمال، احنا في نص النيل بالظبط، فالمراكب وده اوتوبيس نهري، اوتوبيس عادي عام جدا، بس طبعا تخيل لما تاخدوا التور بتاعتكم في اوتوبيس نهري في وسط النيل. جميل جدا. خليني اجي من ناحيتك عشان تجيب المبنى اللي هو الاورنج ده. ده المتحف المصري القديم اللي هو لسه شغال لغايه دلوقتي. طبعا افتتاح المتحف المصري الكبير هيبقى في خلال السنه دي، هذا اكبر متحف في العالم، وده طبعا اقل واجب ممكن يحصل عشان احنا عندنا اكتر اثار في العالم، يعني ده الطبيعي. والمبنى الصهيوني ده نادي شرطه الجزيره، نادي الشرطه اللي هو عامل زي الوايت هاوس بس لونه مختلف. هذا المبنى بيت. ده قصر الملكة فريدة مرات الملك فاروق. ده قصر ملكي. حاليا هو كلية التربية الرياضية بنات. وده نادي الفروسية. والنادي ده نادي شرطة نادي مركز شباب الجزيرة. واو. والقصر الكبير ده نادي شرطة الجزيرة، نادي اجتماعي مش رياضي يعني. مركز السباحة دي جيم او يعني مركز شباب الجزيرة. هذا كمان الشباب الجزيرة. يا مركز شباب الجزيرة ده ضخم جدا، وفي تراك خيل. شايفين اللي عمل الديزاين تبع برج القاهرة ياتو نعوم شبيب، معماري مصمم مصري من اصول لبنانية. شوفوا اجمل الفيو بالطابق 62 فوق فوق، طبعا من بعد المطعم والبار كافيه. هذا الطابق الاخير. الغروب رائع، بتيجوا على وقت الغروب كمان بتشوفوا بالليل مع اللايتس كل الاضاءة بتكون منظر رهيب، بتشوفوا كل مصر. Daddy!